أكد موسى باسين المدير الفني لمنتخب أوغندا أنه جاهز بفريقه لموقعة غانا المصيرية لبلاده في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. وقال باسين أن منتخب بلاده مستعد للقاء غانا وسيلعب من أجل تحقيق الفوز، معربا عن ثقته في تأهل فريقه لنهائيات كأس العالم رغم وجوده في المركز الثاني حتى الآن خلف المنتخب المصري. وأضاف مدرب أوغندا أن الفوز على غانا سيكون صعبا للغاية بصرف النظر عن قائمة لاعبيها، لكنه عاد وأكد أن لاعبيه سيقدمون مباراة كبيرة، وتنتظر مصر هدية من غانا بعرقلة أوغندا سواء بتحقيق الفوز عليها أو التعادل معها بعقر دارها في كامبالا. في هذه الحالة سيكفي أحفاد الفراعنة الفوز بأي نتيجة على ضيفهم الكونغو في برج العرب الأسكندرية من أجل التأهل مباشرة للمونديال.